السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع في النهاردة هنتكلم عن موضوع استخدام التكنولوجيا في المدرسة، Using technology at school. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. قبل ما نبدأ بالباراجراف عاوزين نترجم العنوان. كلمة using معناها استخدام، جاي من كلمة use يستخدم، technology التكنولوجيا، at في school المدرسة، يبقى بقول هنا استخدام التكنولوجيا في المدرسة. Technology is، التكنولوجيا هي، very important مهمة جدا. بدأنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول التكنولوجيا مهمة جدا. We can't live، لا يمكننا العيش without technology، بدون التكنولوجيا، يبقى بقول هنا أننا لا نستطيع العيش بدون التكنولوجيا. We معناها نحن، can't بمعنى لا نستطيع أو لا يمكننا، اختصار لكلمة cannot. Live بمعنى نعيش، without بدون technology التكنولوجيا. We use technology in، نحن نستخدم التكنولوجيا في، schools المدارس، houses المنازل، hospitals المستشفيات، universities الجامعات، and everywhere وفي كل مكان. يبقى بقول هنا أننا نستخدم التكنولوجيا في المدارس والمنازل والمستشفيات والجامعات وكل مكان. We يعني نحن، use نستخدم، technology قلنا يعني تكنولوجيا، in في، وطبعا ده ترجمناه. University بتتكتب لوحدها بالواي، طبعا لو كانت مفرد، لو كانت جمع بنحول الواي لآي ونضيف ليها ES. I want to talk about، أنا أريد التحدث عن، the technology we use at schools، التكنولوجيا التي نستخدمها في المدارس. يبقى بقول هنا أنني أريد أن أتحدث عن التكنولوجيا التي نستخدمها في المدارس. I يعني أنا، want أريد، to أن، talk أتحدث، about معناها حول أو عن، technology قلنا التكنولوجيا، we بمعنى نحن، use نستخدم، طبعا we use بمعنى التي نستخدمها، at في schools المدارس. All students use tablets، جميع الطلاب يستخدمون التابلت in school في المدرسة. يبقى بدأنا بأول عنصر في عناصر التكنولوجيا في المدارس وهو استخدام التابلت، وقلنا أن جميع الطلاب يستخدمون التابلت. All بمعنى جميع، students الطلاب، use يستخدمون، tablets بمعنى التابلت، in في school المدرسة. We learn from it، نحن نتعلم من التابلت، and have our exams on it، ونختبر عليه. يبقى بقول هنا أننا نتعلم من التابلت ونختبر عليه. We يعني نحن، learn نتعلم، from بمعنى من، from it يعني من التابلت، الات دي للمفرد غير العاقل بتعود على التابلت، and بمعنى و، have بمعنى نملك أو يكون لدينا، our exams امتحاناتنا أو اختباراتنا، on it عليه، تمام، يعني إحنا بنختبر على التابلت. There are two computers، هناك اثنان من أجهزة الكمبيوتر، in each classroom في كل فصل. يبقى بقول هنا أنه هناك اثنان من أجهزة الكمبيوتر في كل فصل. There are بمعنى هناك، two رقم اثنين بالإنجليش، computers اللي هو الكمبيوتر، in في، each بمعنى كل، classroom هو الفصل. The teacher uses one، المعلم يستخدم واحد، and the other one is for the students، والآخر هو للطلاب. يبقى هنا بقول أن الكمبيوتر المعلم يستخدم واحد والآخر للطلاب. teacher يعني معلم، uses بمعنى يستخدم، one معناها واحد، طبعا one دي بتعود على the computer، and where، other بمعنى الآخر، other one طبعا الحاسب الآخر، for بمعنى لي، students الطلاب. we also have printers، نحن أيضا نملك طابعات، in school في المدرسة. يبقى بقول هنا أننا لدينا طابعات في المدرسة. we يعني نحن، also أيضا، have بمعنى نملك أو لدينا، printers طابعات، جمع كلمة printer طابعة واحدة، in في school المدرسة. we use it to print what we need، نحن نستخدم الطابعة لنطبع ما نريد. يبقى بقول هنا أننا نستخدم الطابعة لطبع ما نريد. we يعني نحن، use نستخدم، use it نستخدم الطابعة، it دي بتعود على the printer، to print يعني لأجل أن نطبع، what we need ما نحتاجه. homeworks الواجبات، research الأبحاث،
and more وأكثر من ذلك. يعني هنا ذكرت بعض الأمثلة للحاجات اللي إحنا بنطبعها في الطابعة في المدرسة، وقلت الواجبات والأبحاث وأكثر من ذلك. I love technology، أنا أحب التكنولوجيا. And I think it makes our life easy، وأعتقد أنها تجعل حياتنا أسهل. يبقى بقول هنا أنني أحب التكنولوجيا وأعتقد أنها تجعل حياتنا أسهل. I يعني أنا، love أحب، technology التكنولوجيا، and معناها و، I أنا، think أعتقد أو أفكر. it دي ضمير بتعود على the technology، على التكنولوجيا للمفرد غير العاقل، عشان مش كل شوية هكتب technology. makes بمعنى تجعل أو تصنع، life حياة، our life حياتنا نحن، easy سهلة. Finally وأخيرا، technology is everything، التكنولوجيا هي كل شيء. أنهينا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول أن التكنولوجيا هي كل شيء. دلوقتي هنقرأ الباراجراف بتاعنا بسرعة ومن غير ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. Technology is very important، we can't live without technology. We use technology in schools, houses, hospitals, universities, and everywhere. I want to talk about the technology we use at schools. All students use tablets in school. We learn from it and have our exams on it. There are two computers in each classroom. The teacher uses one and the other one is for the students. We also have printers in school. We use it to print what we need, homeworks, research, and more. I love technology, and I think it makes our life easy. Finally, technology is everything. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع استخدام التكنولوجيا في المدرسة. Using technology at school. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.